السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أمي مسلوي ومرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد على قناتي. الفيديو تاع اليوم إن شاء الله راح نهضروا فيه على الروتين. كي دار جاتني أصلا الفكرة تاع الفيديو كنت نمشي مع زوج صحباتي، وحدة قالت لها عينا من الروتين تاع كل يوم، قالت لها الأخرى غير سكتي غير سكتي، الروتين كره لنا حياتنا. جيت نهضر أنا بصح ما لقيتش عندي أصلا شكوى ضد الروتين. أوب تما جات في راسي فكرة، على ما نديرش فيديو على كي درت تخطيت الروتين في حياتي. صراحة أنا تاني عشت الروتين في حياتي في فترة من حياتي. الروتين الممل ماهوش حكر فقط على الناس اللي بلا خدمة، على الناس اللي هم قاعدين في الدار مثلا. صراحة بس الروتين راح تعيشو سواء كنت قاعد في الدار ولا سواء كنت في الخدمة. باش تخرج من الروتين ماشي لازم تولي عندك خدمة، وباش تخرج من الروتين ماشي لازم تخرج من الخدمة، باش تخرج من الروتين ماشي لازم تبدل حياتك. خطوات بسيطة جدا جدا راح نشاركها معكم، نفعتني أنا بزاف باش خرجت من الروتين. نتمنى أنتم تاني تفيدكم هذه الخطوات البسيطة باش تخرجوا من الروتين في حياتكم. وإلا كنتوا جداد على قناتي ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإنذار ليصلكم كل جديد. كلنا مرينا بديك التجربة تاع انه يجي نهار تحس ياماتك شغل راهم يتعاودوا مرارا وتكرارا، يعني شغل تنوض الصباح تمشي للخدمة تعاود تجي تعاود تفطر دير كذا كذا تعاود ترقد، ولا مثلا كنتي ماكيتة في البيت تقولي تنوضي الصباح طيبي الفطور ديري الشغل، حنا الشغل عندنا ما يكملش، تعاودي ترقدي تعاودي ديري حاجة تعاودي تفرجي تعاودي ترقدي وهي ماشية. اي انسان في الدنيا ماذا به صح يدير مهامه اليومية، بصح يكون عنده وقت يطور من روحه شوية، يكون عنده وقت يدير مشاريعه اللي دايما يحلم بيها، ماذا به يلقى وقت لهاد الصوالح. هو كاين الوقت ماشي ما كاينش، بصح حنا ماناش عارفين نخدمه في هذاك الوقت، ونلقاو روحنا ندورو ندورو في عجلة الروتين ماناش قادرين نزلو منها. يجي كتاب قوة العادات تشارلز دوينغ. هذا الكاتب وش يقول؟ يقول ما لا ندركه هو أن تكرار نفس اليوم يوم بعد يوم يصبح عادة. ويقول لك حلقات العادة وش هي؟ إشارة تنفيذ مكافأة. راح نشرح لكم مش معناها إشارة وتنفيذ ومكافأة. مثلا إذا كنت من الناس اللي نوضوا 12 تصبح، مثلا الإشارة هي 12 تصبح تنفيذ أنك تنوض، المكافأة برد قلبك في الرقاد بصح ما شبعتش رقاد. ومن بعد وش يقول لك؟ فهم كيفية عمل العادات هو مفتاح تغيير هذه العادات. يعني كيف فهم انا على هاني نرقد 12 تاع الليل نقدر انا كيف فهم على هاني نرقد 12 تاع الصباح نقدر نغير هذه العاده ونرجعها احسن. يعني بمجرد انك تغير عاداتك تقدر تسيطر على حياتك ووقتك. وباش تغير هذه العادات راح نقول لكم نقاط بسيطه راح تساعدكم. شوفوا حنا عاده نقضوا نهارنا بدون تفكير، على بال ولات عندك عادة تنوض على 12 تخدم الشغل دير كذا دير كذا، شغل ديرهم بطريقة تلقائية ما تخممش أصلا في واش راك باغي دير. حتى أحيانا تلقى روحك استهلكت بزاف الوقت في نشاط معين وهو ما يستاهلش كاع داك الوقت، وأحيانا تلقى مهمة تحتاج منك بزاف التركيز بصح ما عطيتهاش داك التركيز اللازم. الحل أنه يكون كل شيء حبر على ورق، يعني قاع عاداتك اللي راك ديرها الآن سواء سيئة سواء جيدة اكتبها في ورقة، قاع عاداتك اكتبها في ورقة. ومن بعد بدا تشوف المهمة والغير مهمة. كي ندير نعرف المهمة، المهمة هي اللي تساعدني اني نوصل لأهدافي وأحلامي ورغباتي. الغير مهمة اللي ما عندها حتى فايدة، مثلا كي نرقد حتى 12 تاع الصباح ما راح ندير حتى فايدة، ما لا نستغنى على هذه الحاجة. فهمتوني؟ الحاجة المهمة نخليها والحاجة اللي ماشي مهمة نستغنى عليها. وطبعا القرار يرجع لك انت اللي راك باغي تخرج من الروتين. احنا مثلا انا من الناس اللي نحشم نقول لك لا كنت قصديني في حاجه، كنت صح كنت صح كنت علاه عبال كي تقعد تقول نعم 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 اقسم بالله غير تطفرها في روحك، حتى واحد ما يطفرها فيه غير انت. ماشي في كاع الامور طبعا، بصح بعض الامور اللي صح تدي منك جهد وتدي منك وقت. قول نعم هي عاده ولات في حياتنا نقدروا نتخلاو عليها ببساطه. ما نقدش نصبر، ما نقدش نمشي، ما نقدش ندير، هذا ما كان. النظام الانتاجي اللي نقولك عليه ما يكونش معقد، يكون بسيط. اصلا وش هو اساس تاع النظام الانتاجي؟ انه تكون عندك مهام تتوافق مع اهدافك. كيفاه نظام انتاجي؟ تكون عندك حاجه مثلا نبغي مجال تصميم الازياء، نبدا ندير تصاميم، نشوف وش هما رغباتي وش هما هواياتي ونروح نبدا ننتج فيهم صوالح ينفعوني. موسيقى
مثلا انا انت ماشي مالف تخطط، دير كل يوم، دير مثلا كل يوم على السبعة عشية نخطط لليوم التالي، هنا راك اكتسبت عادة التخطيط، وشوف وش هما العادات اللي راك باغي تدخلهم لحياتك وابدأ. حتى حاجة ما تجي بين ليلة ونهار، كل حاجة تجي بالتكرار. شوف وصدقني كي تبدأ أي حاجة باغي تبدلها، وكان تبدل 1% راح تلقى مع الوقت نتائج مذهلة. هذيك 1% بالسيف بالتكرار والإصرار راح ترجع 100%، بدا غير بشوية بشوية حتى يفتح ربي. هذه هي، وكانوا هادو هما الخطوات اللي قلت لكم عليها يساعدوكم باش تغيروا عاداتكم، وكي تغيروا عاداتكم راح تتخلصوا من الروتين الممل في حياتكم. وكان هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتلاقاو في فيديو آخر بإذن الله، في أمان الله.